الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، ما هو اليمين الغموس؟ اليمين الغموس اللي الإنسان يحلف بالله كذب وهو متعمد للكذب، يعني عمل ويحلف إنه ما عمل، قال ويحلف إنه ما قال، راح المكان الفلاني ويحلف إنه ما راح المكان الفلاني، يبقى يكذب أو متعمد للكذب، ده اسمه اليمين الغموس. وسمي بالغموس قيل لأنه يغمس صاحبه في الإثم، وقيل يغمس صاحبه في النار. وهو من الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، وذكر منها أربعة: الشرك وقتل النفس وعقوق الوالدين واليمين الغموس. وشوف بقى النبي قرن بين الشرك اللي هو أكبر كبائر، العقوق اللي هو أكبر كبائر، قتل النفس، ما أعظمها من كبائر. ثم كانت الكبيرة الرابعة اليمين الغموس، يكذب ويحلف بالله كذبا وهو متعمد للكذب. والكذب طبعا بيكون على أمر في الزمن الماضي، يعني راح وما رحتش، عمل وما عملتش، بعكس اليمين المنعقدة بكون في الزمن المستقبل، والله أعلى وأعلم.